هذا أفضل اختراعاتي. هذا الاختراع سيحقق ثورة في مجال الأعصاب. كل ما علي أن أفعله الآن هو أجل. أوه لا لا. من أنت؟ من أنا؟ مرحبا أستاذ. مرحبا أستاذ، كيف حالك؟ عجيب، انظروا إلى هذا. ما هذا؟ هذا المشروع الجديد الذي تعمل عليه أستاذ؟ أنا لا أعرف حقا. ماذا يفعل؟ لا أعرف. تريد أن نجربه ونرى النتيجة؟ حسنا. تريدون برجر؟ إذا وضعت هذا على 9 وهذا على 5. تريدون بيتزا؟ وهذا مباشرة فوق. حسنا، تريدون شاورما؟ الآن لم يبقى سوى أن نعرف ماذا يفعل هذا الزر. شباب، أنا جائع. لديكم 3 خيارات: برجر، بيتزا، أو عبيد. أنت بخير؟ أنت تتكلم معي؟ من أنتم؟ من أنا؟ من هو عبيد؟ ساعدوني، ساعدوني. لا لا تتحرك. أتحرك؟ إلى أين أذهب؟ أنا لا أعرف أين أنا. كيف وصلت إلى هنا؟ ومن أين أتيت؟ أو شاورما، ماذا ستختارون؟ أنا لا أستطيع أن أصبر أكثر من ذلك. صاعق للذاكرة. ما رأيك أن نلعب قليلا؟ هاي أنتم يا أولاد، من اليوم وصاعدا هذه الحديقة ملكي، هيا اخرجوا منها. أعتقد أن هذا يكفي. واحدة بعد. مرحبا بكم يا شباب. كيف وصلت إلى هنا؟ شباب، شباب. شباب، انظروا. إنه ضيص. في المتحف، يجب أن أبلغ الشرطة. سالم، بسرعة، أعطني هاتفك. تذكروا الخطة. عندما تأخذون العلبة، ارجعوا باتجاه النافذة وقولوا كلمة السر، وأنا سأتي لأخذكم. حاضر يا زعيم. تتذكرون كلمة السر، صحيح؟ من أنا؟ أنت الزعيم يا زعيم. أنا أعرف من أكون. هذه كلمة السر. من أنا؟ هي كلمة السر. حسناً. هذا جيد. وما هي كلمة السر؟ إذا كنتم تريدون أن أبقى في مكاني. أنا لم أرك في حياتي. صحيح. والآن دعونا نبدأ. سيكونون هنا بعد قليل. ممتاز، مهمتنا انتهت هنا، والآن كل ما علينا فعله هو الانتظار، صحيح؟ منصور، أنا متأكد أن له علاقة بهذه المشكلة التي وقعنا فيها. القطعة معنا، أكرر، القطعة معنا. انزلوا نحو النافذة في الأسفل وقولوا كلمة السر وستجدونني هناك. حاضر يا زعيم. من أنت؟ من أنا؟
هذه كلمة السر. أنا في طريقي إلى الموقع. ما قصدك بمن أنا؟ أنت تعرفني جيداً. أنا لم أرك في حياتي. شباب، كل شيء بخير؟ ومن أنا؟ حسناً، أنا قادر. ابقى في مكانك يا زعيم. أنا أقصد، أنا لم أرك في حياتي. يكفي. هيا، لست جاهزاً؟ لماذا أنت واقف هنا؟ هيا تحرك، يجب أن نخرج من هذا المكان. أولى منصور، منصور أعطني الساعق. من أنت؟ ولماذا أعطيك هذا ال ما هذا؟ أحد ما رأنا. أمسك بهم. منصور، لقد رأونا. من هو منصور؟ أنت لست أنت. أعطني الصاعق فقط. أنا لست أنا؟ إذن كيف تعرف أن أنت هو أنت؟ من أنت؟ ولكن ما الأمر؟ من أنت؟ لما أنت واقف في مكانك؟ هيا أمسك بهم. أمسك بمن؟ الشباب. هذا ما كنت أقوله، أمسك بهم. عجيب، هذا الاختراع عظيم. سأصبح غنياً، لكن أولاً يجب أن أقضي عليكم. منصور، توقفوا عن الرد. تمهلوا، تمهلوا، سوف أمسك بكم. من أنا؟ المتحف، الأولاد المزعجون. يجب أن أخرج من هنا. إلى أين ستهربون مني؟ أين أنا؟ أنت تتكلم معي؟ كنت أعرف أنك أنت وراء كل هذا، والآن يجب أن تدفع الثمن. أخيراً، عصابة ماجد الألماس، أنتم مقبوض عليكم. تعرفون؟ الآن عرفت ما معنى أن تقع في شر أعمالك. بالفعل، تجعلك تقوم بأعمال غريبة. أجل، تعرفون من كان يتصرف بغرابة أيضاً اليوم؟ هل تعرف؟ أنا ربما لا أعرف الكثير من الأمور، لكن الأمر الوحيد المتأكد منه أنك رجل وسيم يا أستاذ علي. We'll be right back.
انتبهوا! انتبهوا! آسف عمي. مرحبا يا شباب. اسمعوا، ما رأيكم أن تخرجوا وتستكشفوا المنطقة؟ في الأدغال؟ أجل، في الأدغال أو في أي مكان بعيد عن هنا. فكرة ممتازة يا مريم. أوف. حسناً، أظن أن المكان أصبح مملاً هنا. أنا أحب الملل. آخر مرة ذهبنا فيها إلى الأدغال لم تكن الرحلة مملة. صحيح، كان على وشك أن يأكلنا طائر عملاق. أنا لم أقل شيئاً. لن يؤكل أحد. هيا يا عبيد. نانو، هل تساعدني؟ حسناً يا منصور. هيا بنا نذهب، لكن لا تبتعد كثيراً عن المنتجع. حسناً أمي. أعطني هاتفي. مالاً نانو؟ أعطني. نانو، يكفي، أعد إليه الهاتف. حسناً. شكراً تركي، لقد أحسنت عملاً. لقد فرغت البطارية. عادي، نحن في رحلة استكشاف، استمتع. حسناً، والآن ماذا تريدنا أن نفعل؟ نعود إلى الفندق؟ مستحيل، فلنذهب يميناً ونصعد الجبل. هيا، فلنسبح إلى هناك، هذا الطريق يؤدي إلى البحر. بوفيه الفاتور، تناولت الفاتورة 3 مرات اليوم. سأتسلق بدلا من السباحة. أحتاج إلى الراحة، فلنسبح. إذن فلننقسم ونلتقي هنا بعد ساعة. جيد، نراكم لاحقا. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا شباب. برد. أجل، المسبح أفضل من هنا. بحر لطيف. هذه هي النهاية يا منصور. الموز 1 وعبيد 0. هذا الخيزران قوي. صحيح، أعطني العصا التي معك، عندي فكرة. طائرة، أنت عبقري. ارميها. أعطني إياها، دعني أجرب. حسناً، لا بأس، أساساً نحن يجب أن نعود الآن. بسرعة، إلى الأدغال. أسرع، أسرع. أظن أننا أضعناه. أين هم الشباب؟ تركي! سالم! عندي فكرة، يمكننا أن نجعل نانو يبحث عنهم. نانو، اذهب وابحث عنهم.
حاضر منصور. شكرا نانو. التكنولوجيا كم أحبها. هل تظن أننا في أمان هنا؟ أمان؟ أنت ترى ما نحن فيه؟ على الأقل لا يستطيع الفهد أن يمسك بنا. يبدو أن الفهد متسلق ماهر. تظن؟ لحظة، أعطني هاتفك. صحيح، هاتفي. سالم، ما الذي فعلته؟ أنا أعرف، رمية ممتازة، صحيح؟ كنا نستطيع الاتصال وطلب المساعدة من أحد ما. صحيح. هيا أصعد، أصعد، أصعد. هيا أسرع، أسرع، فلنذهب من هنا بسرعة. لقد علقنا، ماذا سنفعل الآن؟ سالم، تركي. نانو. عبيد، انظر، هذا فهد. إنهم عالقون، يجب أن نطلب الإنقاذ بسرعة. سأطلب حفر السواحل، ليس لدي إرسال. ساعدونا أرجوكم. منصور، ماذا سنفعل؟ تعال فلنصعد إلى التلة. مرة ثانية. مبارزة سيوف مرة ثانية؟ ليس لدينا وقت لفعل هذا الآن. هذا ليس لمبارزة السيوف. بسرعة، اقطع لي بعض الأوراق الكبيرة. لماذا؟ سننقذهم عن طريق الجو، بسرعة. حسناً. سوف تطير بهذا الشيء؟ نحن سنطير بهذا الشيء. لا. هيا يا عبيد، أحتاج إليك. ساعدونا. وأصدقاؤنا يحتاجون إلينا، هيا، لا وقت لدينا. إما ننجح أو نفشل. فرصة سعيدة، أنني تعرفت عليك يا ابن خالتي. انتبهوا. استعدوا. لا تقلق سالم، يجب أن تقفزوا. استعدوا. نحن مستعدون الآن. الطائرة فقدت توازنها بسبب الفهد. سالم، تركي، عبيد، غصنوا الشجرة. ماذا نفعل الآن؟ تأخرتم، ولكن قل شكراً. هيا دعونا نهبط قبل أن تتفتت الطائرة. هذا هو المنتجع. نحن نهبط. ممكن لو سمحتم الآن أن نفعل شيئاً مملاً. أخيراً عدتم. ماذا فعلتم طوال هذا الوقت؟ تعرف، قصص الأدغال، السير واستكشاف البرية. البرية؟ يبدو أنكم استمتعتم وأصبحتم خبراء في الأدغال. لماذا لا تأخذونني معكم؟ بدأت أشعر بالملل هنا. ماذا جرى لهم؟ أظن اشتاقوا إلى الملل قليلاً. ماسو.
ألو؟ مرحبا مريم، أريد أخبارك أن عبيد بدأ يسير أثناء نومه. مسكين، لا أعرف ماذا أفعل. سأرسل إليكم منصور الآن. رائع، مع السلامة. لقد اتصل أهل عبيد، يقولون أن عبيد خرج من البيت يمشي وهو نائم. يجب أن تذهبوا كي تساعدوهم وتبحثوا عنه. سالم، ماذا هناك؟ لدينا حالة طارئة، ساعدني أنت وتركي. عبيد يمشي وهو نائم؟ أنت تقصد أنه يمشي في المكان وهو نائم؟ أجل، ونحن يجب أن نساعد أهله ليجدوه. لكن كيف سنجده الآن؟ المدينة كبيرة للغاية. صحيح، لكن أنا أعرف أين هو. أين؟ هناك. يبدو مثل الزومبي. ألو، أنا منصور، وجدنا عبيد. الحمد لله، الحمد لله، أشكركم. أعيدوه إلى المنزل الآن. حاضر، سنعيده. سالم سيحاول إيقاظه من النوم. لا لا لا، ليس من الجيد إيقاظه وهو بهذه الحالة، قد يتسبب هذا بصدمة له. أوف، الحمد لله، كنت على وشك أن أوقظه من نومه. فلتعيده إلى المنزل دون إيقاظه. حسناً، سنفعل، مع السلامة. هذا سهل، ما هو أسوأ شيء قد يحصل؟ لا، بسرعة، يجب أن نغير إشارات المرور. هيا هيا. تغيري 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 بسرعة. يجب أن نوقظه من النوم، هيا بسرعة. سالم، ماذا تفعل هنا؟ انظر، الإشارة خضراء. الحمد لله، لم يحصل له شيء. أولا! سيوقظ عبيد. ماذا ستفعل؟ ستسمعه الموسيقى؟ هذه سماعات عازلة للصوت. أجل، توقف. مرحبا منصور، كل شيء بخير مع عبيد؟ أجل، عبيد بخير، لا تقلقي. ما كان هذا الصوت؟ لا شيء، مضطرون أن نذهب، مع السلامة. لا، هو متجه إلى الداخل. يجب أن نخرجه من هنا، أغلب الأشياء الموجودة هنا لا تقدر بثمن. أمسكتك. هيا. كيف يستطيع أن يمشي هذه المسافات وهو نائم؟ لا لا لا، بسرعة، جذفوا أسرع ما يمكن. تركي، استدر إلى الخلف. يجب أن يستيقظ بسرعة. يبدو أنه لن يستيقظ.
قف مكانك. انتبهوا. يجب أن نبقى مع عبيد. قلت لك توقف. لا أصدق أن حارس الأمن وقع في البحر. لا أصدق أن عبيد ما زال نائما. لا أصدق أنه يدخل محطة التلفزيون. لا. هل يمكنك إخبارنا عن آخر مشاريعك؟ أكيد. طبعاً، نحن الآن نبني حديقة مائية جديدة، وستكون أكبر حديقة تم بناؤها. هاي، أمسكتم. أين هو؟ هذا هو هناك. هذا عبيد حتى وهو نائم جائع. أنا أتحداكم إن كان لا يحلم بالطعام الآن. هذا ليس حلما، هذا كابوس. لا لا. آسفون. أكيد هو يحب الأناناس. عرفت كيف سأعيده إلى المنزل. مرحبا منصور. هذا مال الأناناس. هيا نذهب إلى المنزل. ما الذي يجري هنا؟ صديقنا يمشي وهو نائم ولا نستطيع إيقاظه. لهذا السبب سنستخدم الفاكهة كطعم كي نوصله إلى المنزل. أها، الآن فهم. لما لم تقولوا من البداية؟ حاولنا. اسمح لي، لكن رائحة السمك تشتت انتباهه. آسف. حسناً، بالتوفيق. البطارية بدأت تنخفض يا منصور. حسناً نانو، شباب، سنغير الخطة. سنأخذ عبيد إلى منزلنا لأنه أقرب، وسأخبر الجميع. مرحباً. مساء الخير. لقد حلمت حلما جميلا عن الأناناس. لماذا أضع هذه؟ ولماذا أنام على أريكتك يا منصور؟ كنت تمشي وأنت نائم يا عبيد. قبل قليل أعدناك إلى هنا. هذا محرج، لكن الحمد لله أنت الوحيد الذي رأيتني بهذه الحالة. لم نكن وحدنا يا عبيد. ماذا تقصد؟ من رآني أيضاً؟ الجميع. لا. We'll be right back.
لا، قلت لك إنك خالفت قانون المواقف. من هنا. من هنا. هيا بنا. توقفوا. شكرا لك. لصوص ساعدوني. انظروا. لصوص مدرسة. أتسمعون؟ لصوص أوقفوهم. هيا فلنذهب. توقفوا توقفوا. اللصوص سرقوا من طادي. لن نسمح لهم أن يفلتوا بفعلتهم. شكرا يا شباب، هيا أمسكوا بهم، أمسكوا باللصوص. ها؟ هيا أنت، لا نريد ركابا إضافيين. ما زال متعلقا. لن تفلتوا بفعلتكم هذا. أوه، حقا؟ وكيف ستمنعنا؟ سأفكر بشيء. انظروا، اللصوص متجهون نحو ملعب كرة القدم. هيا نذهب. ويتحرك بين المدافعين وينفرد بالمرمى ويركل الكرة ويسجل هدفا. جول 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 جول. منصور منصور منصور. واحد صفر لصالحنا. خلفهم. بسرعة. كيف سنوقفهم؟ ما رأيكم أن نرمي هذا إلى فوق ونمسك بالسلة؟ ثقيل جدا. نانو، أتستطيع الطيران وتعلق هذا بالمنطاد؟ سأحاول يا منصور. لا أعرف كم ستبقى بطاريته. أحسنت يا نانو، نجحت في مهمتك. ماذا؟ قلت لكم سأفكر بشيء. يجب أن تفكر في شيء أفضل. 2-0 لصالحنا. أنا عندي خطة، سنفجر المنطاد بقلمي. قل لي كيف سنصعد إلى فوق؟ منجنيق كبير. منجنيق كبير؟ هذه فكرة ممتازة. حقا؟ الفكرة ليست جيدة، الفكرة ليست جيدة. لا لا. هل أنت مستعد؟ لا، أنا لست مستعد. نجحت. هذا غير مطمئن.
مرحبا عبيد، هذا أنا، لقد أضعناك، أين أنت؟ لا أعرف، لكنني ارتطمت ببضعة طائرات. ماذا؟ ابق مكانك وتذكر، لن يحدث أسوأ مما حدث. لا أظن ذلك، فهذا هو الأسوأ. 10 9 8 7 6 5. منصور، يبدو أنني ذاهب إلى الفضاء. فلنتخلص من هذا المنطاد ونأخذ تلك الهليكوبتر. فكرة ممتازة. منصور، ادخل إلى المبنى الذي فوقه مهبط هليكوبتر، لأن اللصوص يريدون الهروب بالهليكوبتر. حسناً يا عبيد، نحن قادمون. البارحة كنا سنذهب. لا، ليس مجدداً. لن تتمكنوا من الهرب إلى أي مكان. في الحقيقة سنصعد إلى فوق وأنت ستأتي معنا. هيا، السرعة القصوى. كيف وصل إلى هناك؟ عبيد، اقفز. هيا إلى الهليكوبتر. يجب أن نفعل شيئاً، لكن أنت لا تحاول أن تطيرها، صحيح منصور؟ لا، أنا أريد أن أفتعل تياراً هوائياً. لقد شغل المحرك لنا، هذا من ذوقه. لا، يجب أن نهبط الآن. هيا، ضعف القوة يا منصور. فرغ الغاز. هيا، فلننزل بالمصعد السريع بسرعة. اذهب من هنا. أوقفوهم، لصوص. توقفوا، توقفوا. أحسنت يا عبيد، استطعت أن توقف اللصوص. على ما يبدو أنك خطير يا عبيد. ماسو!
حسناً يا شباب، إنه وقت الاختبار. لا تخافوا، هذا الاختبار ممتع جداً، سيكون تقريباً كبرنامج المسابقات. أحتاج إلى متسابقين. سأختار سالم وطارق، صفقوا. موضوع هذا الأسبوع هو الفهد، وعندنا لكم ثلاثة أسئلة. مستعدون؟ مستعدون. ممتاز، فلنبدأ الآن بالسؤال الأول. هل تقوم الفهود بالصيد في جماعات؟ نعم. لا، الفهود حيوانات تعيش بشكل فردي. إجابة صحيحة يا سالم. هل الفهود جيدة في التسلق؟ لا. نعم، الفهود ماهرة جداً في التسلق. إجابة صحيحة يا سالم. حسناً، هل تفضل الفهود الصيد نهاراً؟ نعم. لا، الفهود تفضل الصيد في الليل. صحيح، والفائز معنا اليوم هو سالم. شكراً. مزعج جداً. مهلاً، انتظرنا. أحسنت يا سالم، أنت تعرف الكثير عن الفهود. أجل، لأنني أخاف منها كثيراً، لديها أنياب ومخالب كبيرة جداً. دواءك عندي يا سالم، أتى الوقت الذي سترى فيه الفهد. هيا ارتدي زي الفهد هذا. جميل، أنت مستعد؟ مستعد. ممتاز، والآن سنخيف سالم. تأخر الوقت، فلنذهب إلى المنزل. ها؟ 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 سالم، أنت بخير؟ فهد. أي فهد؟ أنا رأيت فهداً. فهد؟ كان موجوداً هناك. ربما الإضاءة جعلتك تتخيل هذا الشيء يا سالم. هيا فلنخفه مرة أخرى. أعرف طريقاً مختصراً. رأيتم وجهه؟ هيا فلنعطي الآن سالم جرعة رعب ثانية. انظروا، هذا فهد حقيقي. الصورة ليست واضحة يا سالم، ليس بالضرورة أن يكون فهداً. أنا لن أخرج في المساء حتى يمسك الفهد. هيا فلنخفه مرة أخرى. لا تخاف يا سالم، أنت في أمان هنا، أيا كان ذلك الشيء. على ما أعتقد. هذا ليس فهدا. أنا متأكد أنه فهد. أنا لست متأكدا، ويجب أن أعرف ما الموضوع. أجل، سنحل هذا اللغز الغامض. كيف؟ صحيح، كيف سنحل هذا اللغز؟ أنا عندي خطة.
مرحبا سالم، كل شيء بخير؟ أجل، من الواضح أنك متوتر قليلا. لا. جيد. ما هناك؟ ما من شيء هناك. نراكم لاحقا. ما الذي يجري؟ شكي كان في مكانه. سمعت أنك رأيت هرة كبيرة. أنا أريد أن أطاردها وأصطادها. سمعت أنكم خائفون منها. أنصحكم أن تبقوا في منازلكم. أنا يجب أن أدخل. اسمع يا سالم، هذه الكاميرات تفعل عن طريق الحركة، وفيها نظام الرؤية الليلية، ومن خلالها سنراقب المكان. الكاميرا جاهزة. بسرعة يا جميل، أريد أن أخيف سالم مرة ثانية. هناك شيء فعل واحدة من الكاميرات. الفهد؟ لا أعتقد. ماذا يفعلون هناك؟ انتظر قليلاً. لا، هذا هو الفهد يا سالم. إنهم ماكرون. لا أصدق. أين بالتحديد رأيتم الفهد؟ سعيد، الفهد مزيف. إنه واحد من الشباب لكن متنكر. أنتم يا جبناء لن تحبطوني. قولوا فقط أين رأيتموه أيها الفاشلون. لكن يا سعيد، سوف نريك. غريب يا سالم، أصبحت شجاعا فجأة. أنت اتبعنا فقط. إذن إنهم ذاهبون نحو الحديقة. نحن رأينا الفهد هناك. أنتم ابقوا هنا، أنا أحب أن أصطاد بنفسي. سعيد اسمعني، هذا ليس فهداً حقيقي. تراجعوا أيها الجبناء، سأصطاده وسأصبح صاحب المجد. إن كان يجيد الصيد كما يقول فسيكون الموقف مضحكاً حقاً. انظروا إلى ما سيحصل الآن. مالاً، هذا صديقنا. أنت في ورطة يا سعيد. سوف أحاسبك، صدقني. تعال تعال هيا. تعال تعال هيا. تعال يا هنا. لقد أفسدوا الحديقة. تفضلوا معي إلى المركز، لأنكم خربتم الممتلكات. إنه كبير، صحيح؟ آجل، وهو مختلف عن الذي اصطدناه الليلة. يبدو أنه أطعمه أكثر من اللازم، فلنضعه في الشاحنة مع النحيل. لا تقلق، سترى أصدقائك هناك.
المركبة الفضائية رهيبة. هذا الفيلم سيكون رهيبا. الآن أين الممثلون؟ ها أنتم. ممتاز. حسنا، أنتم الاثنان اذهبوا إلى هذه المركبة وخذوا ملابسكم. ماذا عن ملابسنا نحن؟ ملابسكم موجودة هناك. ما هذا؟ شكلكم رهيب. حسناً، فلنتعرف إلى الوحش الآن. عبيد، سالم، نحن في انتظاركم. عجيب شكلكم. لا لا، لستم مستعدين. أين المساعدون؟ رهيب رهيب. شكلكم عجيب. لا يمكنهم سماعك الآن. هذه الطريقة الوحيدة التي سنتواصل فيها معهم. شكلكم رهيب. كيف تجري الأمور في الداخل؟ كل شيء بخير، شكراً، لكن المكان حر جداً. يوجد محول الأصوات في البدلة، يحول أي شيء يقولونه إلى صوت وحش. فلنبدأ بتصوير الفيلم. هيا يا شباب، أكشن. وقت حركة الوحش. الوحش ابدأ. كات. مشهد رهيب. لا أصدق أننا نمثل في الفيلم. لا أصدق أنني ذيل مخلوق فضائي. يمكننا التبديل إذا أردت. لا لا لا، المكان لا يتسع. بلى المكان يتسع. لا عبيد توقف. ألو ألو، هل يسمعنا أحد؟ إن السماعات لا تعمل. الوضع غير مطمئن. في المشهد القادم ستستمرون في مقاتلة الوحش. اتفقنا؟ نحن مستعدون. الوحش، أنت مستعد؟ أنا أكرر، الوحش، أنت مستعد؟ عبيد، سالم، تسمعونني؟ عبيد، سالم، تسمعونني؟ أعتقد أنهم وقعوا من هنا. سالم، عبيد، سالم، عبيد، تسمعونني؟ أحضروا سيارتي الآن. حاول أن ترفع الرأس. لا أستطيع، يبدو أننا سعالق. أين نحن؟ لا أستطيع أن أرى أي شيء. يجب أن نجد أحداً يساعدنا على الخروج من هنا. فكرة جيدة. هرة، كم أنت جميلة. تعالي أيتها الهرة. أوف، مللت من هذا المكان طوال اليوم جالس. تعرف، أحب عندما يكون الدوام مملاً. مهمتنا إرجاع الوحش.
وحوش حقا في الفضاء؟ بالطبع لا حبيبي. بسرعة فلنهرب. لو سمحتم، لو سمحتم هل تساعدوننا؟ نحتاج. اهربوا اهربوا، وحش من الفضاء الخارجي. وجدتهم. عبيد، أين نحن؟ ليس عندي فكرة، لا أستطيع أن أرى شيئاً. نحتاج إلى المساعدة أرجوكم. هناك. وزن الركاب زائد، لن تطير. هيا هيا. الوزن زائد، لا أستطيع التحكم بها. هل تسمع شيئاً؟ لا 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 أسمع شيئاً، تابع السير. ماذا يجري؟ لا أعرف، لكن رجلي لم تعد على الأرض. فلنفك الأحزمة ونربطها مع بعض بسرعة. تمسكوا. اسحبوا. أخيرا حطت رجلاي على الأرض بسلام. أنا أيضا، أنا لا أعرف أين نحن، لكن دعنا نخرج من هنا. لا. كيف وصلنا إلى هنا؟ هذه قصة طويلة. شكرا لأنكم أنقذتمونا. عمل رهيب يا شباب، انظروا إلى كل هؤلاء الناس مع هواتفهم وكاميراتهم، كل الفيديوهات تنتشر، وسنحصل على دعاية إعلامية مجانية. سأحضر لكم تذاكر للعرض الأول، ملصقات ومجسمات الشخصيات وأي شيء تريدونه، اطلبوا فقط. نريد القليل من الماء لو سمحت. تشعر بالعطش عندما تكون وحشا من المريخ.